اليوم سنتحدث عن المرأة التي حكمت المغرب في الخفاء. ليست امرأة عادية، كتب عنها العديد من المؤرخين وألفت من حولها الكثير من الإصدارات والمؤلفات، وتعد الرواية التاريخية خناثة ألف لام راء الرحمة أحدث هذه الإصدارات للكاتب عبد الإله بن عرفة. عبد الإله بن عرفة روائي وشاعر وباحث وبروفيسور فلسفة إسلامية، حاز على الدكتوراه في اللسانيات من جامعة السوربون بباريس، أيضا خبير في منظمة الإسيسكو ورائد مشروع الرواية العرفانية، وتنضوي هذه الرواية تحت لواء هذا المشروع. رواية خناتة حازت على جائزة الشباب للكتاب المغربي، وهي مسابقة تنظمها شبكة القراءة بالمغرب. فمن تكون السيدة خناتة؟ ولدت خناثة بخيمة كبيرة بالصحراء، فهي ابنة أحد أهم زعماء وشيوخ قبائل المغافرة. عاشت طفولتها في شنقيط وتميزت بالتمرد والثأر والدهاء، فرفضت عادة البلوح وتجاوزت عادات أهل الصحراء، وطموحها كان أكبر بكثير من أن تتزوج بابن عمها. في تلك الفترة كانت الدولة العلوية المغربية في أوج قوتها، نزل السلطان إلى الصحراء ليبايعوه شيوخ القبائل، وهناك تحققت الرؤية وتزوجت خناثة بنت بكار بالمولى إسماعيل الذي كون أكبر وأقوى جيش في تاريخ المغرب، جيش عبيد البخاري. انتقلت معه إلى قصر مكناس وواجهت دسائس الحريم بكل ذكاء، وعلى الرغم من أنها كانت جميلة إلا أن سلاحها كان هو العلم. حفظت القرآن وصحيح البخاري وتتلمذت على يد كبار العلماء، كما اهتمت بتقوية جيش لودايا. وسنعرف لماذا كانت تدعم جيش لودايا، هل فقط لأنهم ينتمون إلى نفس القبيلة أم هو هدف آخر. كانت مستشارة للملك، وكثيرا ما كان يعود إليها في لحظات الضيق أو الضعف، وكانت أول وزيرة في تاريخ المغرب، كما لعبت دورا بارزا في ترسيخ اتفاقية السلام بين المغرب وبريطانيا. تميزت بالذكاء وكانت لها دراية بأمور السياسة، فعقب وفاة زوجها المولى إسماعيل ساندت المولى عبد الله في حكمه، وكانت تمده بالنصح في المواقف الحاسمة. فبعد موت السلطان تناطح الأمراء عن الحكم، وعرفت الدولة تراجعا واضحا، إذ كان جيش عبيد البخاري هو المسيطر، فكان يعين أمير ملكا ويسقط بالآخر. تعرضت السيدة خناثة للعديد من المضايقات، من النفي إلى السجن ونهب كل ثروتها. هربت إلى فاس، وهناك أخرجت ورقتها الرابحة، جيش الوداية المكون من العنصر العربي، إذ شكل هذا الجيش ذرعا سياسيا واجتماعيا لمكانتها. وفي فترة حكم ابنها كثيرا ما كان السفراء يتفق معها وليس مع ابنها الحاكم، إذ لعب هذا الأخير دورا محتشما. فبعد عودتها من رحلتها الطويلة تفاجأت من ابنها الملك قد نسف مكناسة وجعلها عبارة عن أنقاض، وذلك انتقاما من جيش عبيد البخاري. السيدة خناثة بنت شيخ بكار المغافري كانت المسؤولة أيضا عن تربية ورعاية حفيدها سيدي محمد بن عبد الله، وكانت خير مربية له بذكاء بالغ، علمته شؤون السياسة ومقاليد الحكم، حيث ستعرف الدولة تطورا جديدا وحياة مزدهرة في فترة حكم السلطان سيدي محمد بن عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.